ليش في ممرضين بيحبوا شفت السهر؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد ناصر أبو يوسف، هاي قناتي مذكرات ممرض، نحكي فيها عن التمريض مهنة العلماء. الفيديو تبع اليوم رح نحكي فيه ليش في ممرضين خصوصا بالطوارئ بتحب شفت السهر. لو حاب تعرف أكثر عن الموضوع هاند واشينج، البس جلوفز، لا تنسى الماسك وتفضل معنا. أغلب الممرضين بحبوا الشغل على شفت السهر لمجموعة من الأسباب. من الأسباب هاي مثلا، رقم واحد، ما فيش سواقين أغبياء وزحمة. الممرض لما يطلع على دوامه الصبح أو بعد الظهر رح يلاقي زحمة كبيرة جدا، لأنه يا إما بيطلع في الموعد اللي كل الناس بتطلع فيه، يا إما بيطلع في الموعد اللي كل الناس بترجع فيه. لكن الممرض اللي بيطلع على شفت السهر غالبا رح يلاقي الشوارع فاضية، وحتى لما يوصل على شغله خصوصا بالطوارئ مش رح يجي حادث في 20-30 واحد، لأنه معظم الناس نايمة في بيوتها. النقطة هاي لازم نحكي قبليها واحدة من الجملتين التاليتين. في البلاد اللي بتفهم أو بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي ممرض الطوارئ رح يلاقي حالات فعلا مريضة أو فعلا خطيرة. غالبا ما في حدا رح يجيك على الطوارئ الساعة 2 الفجر لأنه مرشح أو مفلوز أو حلقه ملتهب. وفي البلاد المتطورة برضه ما حدا بيجي على الطوارئ في نصاص الليالي على شكوى زي هيك، لأنه الانتظار هناك من 16 ساعة وطالع. فإذا واحد إجاك على الطوارئ بعد نص الليل، أعرف أنه مش قادر يقعد من الوجع أو قاعد بموت. إذا كنت أنت في مكان أو في محافظة فيها الكثير من الحياة البرية والمساحات الخضراء، رح تستمتع وانت طالع وانت راجع وانت بتتفرج على جمال الطبيعة. رح تلاقي الخضار، الأشجار، الزهور، في بعض المناطق يمكن تلاقي أرانب، غزلان، دببة. وإحنا ما بنحكي بس عن بلادنا، تخيل حالك تشتغل في كندا أو أمريكا، راح تلاقي كثير من الحيوانات والطيور وانت رايح على شغلك وانت راجع. هذا الاشي بسبب لك إحساس بالهدوء والسلام والسكينة والانبساط. النقطة اللي بعديها، انت مجبر انك تجيب أكلك معك أو تأكل أكل صحي أو تظل بالجوع. لو انت واحد من الناس بتحب تمشي على دايت أو تخفف وزنك ومش قادر، انزل على شفت السهر. يا إما رح تضطر تجيب أكلك معك، يا إما رح تأكل من المستشفى اللي هو ما بيقدم إلا أكل صحي. بينما حلك الوحيد عشان تفلت من الدايت إنك توصل على آلة البيع الموجودة في آخر الممر، اللي ممكن تكون في مكان معتم ومظلم وانت زلمة بتخاف من الأشباح، أو ممكن إذا غبت دقيقتين على القسم ترجع تلاقيه قايم قاعد. من النقاط المهمة اللي مش أي واحد بنتبه إلها، إنه في عدد موظفين ما لهم لازمة أقل من شفت الصباحي. معظم الناس اللي مداومين بالليل فاهمين أنا شو قصدي. نقطة مهمة، بعد شفت السهر لما تروح البيت ما حدا راح يشاركك بالفراش أو يصحيك من النوم. أنت بترجع البيت بتلاقي كل اللي في البيت يا طلع على مدرسته، يا على جامعته، يا على شغله، وأنت جاي بدك تنام، فمعك على الأقل 6 ساعات، إذا ما كانوا 8، تنام فيهم براحتك. برضو يوم الأوف تبعك راح يكون ممتع جدا. أنت مداوم طول الليل فراح تنام للمغرب. لما تصحى بالليل وبدك تطلع تشم هواء أو تروح على بقالة أو مول أو سوبر ماركت أو أي مكان، راح تلاقي حالك الوحيد اللي بالمول. فراح تلف براحتك، تختار براحتك، وما في طابور عند الكاشير، ولو حبيت تلعب تزلج بين الأرفف ما في مشكلة، ما حدا منتبه. لو أنت ممرضة متعودة تشتغلي على شفت الليل، يوم أفك راح تكوني غالبا مش عارفة تنامي لأنك متعودة على السهر، وبالتالي أولادك اللي بصحوا في نص الليل بروحوا على الثلاجة وبسرقوا أشياء زاكية راح تكشفيهم. اللي بصحى بالليل وبتلصص عليك أو بخرب إشي أو بيلعب بلاي ستيشن أو بيعمل أي إشي في العتمة راح تكشفيه لأنك مش نايمة. زي ما أنت يوم أفك ممكن تروح السوبر ماركت وتستفيد، برضو ممكن إذا أنت من النوع اللي بحب يخفف وزن أو يلعب رياضة أو يهتم بجسمه، ممكن تروح على صلاة الجيم. صلاة الجيم في الليل غالبا بتكون فارغة، فما حد راح يقول لك الجهاز هذا 20 دقيقة بعدين خلي مكان لغيرك. لو انت شغال في بلد اجنبي خصوصا واقع في شمال الكرة الارضية، راح تلاقي كثير جدا من الظواهر الكونية والنجوم والشهب والنيازك والاضواء الشمالية، اشي لا يصدقه عقل. اذا انت طالع بالليل بس تفرج على السماء، اذا كانت صافية راح تلاقي لمعان النجوم وجمال المذنبات وروعة الاضواء الشمالية طول السنة. برضو في الليل لا في عمليات ولا في دخولات ولا في خروجات ولا في ناس تنزل عملية ترجع من العملية، ما في ناس تنزل على الأشعة وترجع من الأشعة، فأنت غالبا تشرب نسكافيه. طبعا ما بننسى الحكم اللي أنا بقولها دائما، الليل أبو المصايب. فإذا أنت مكيف على شفت الليل لابد ما تطلع لك بالأسبوع ليلة
الوضع فيها زي الزفت، حالات الوفاة، حالات السي بي ار، توقف القلب، الناس اللي بتدوخ، المصايب اللي تصير ما بتصير الا بعد واحدة بالليل، لكن هاي ما بتصير كل يوم وما بصير تنسيك جمال شفت السهر. طبعا كل هاي النقاط بنيتها بناء على تجربتي الشخصية ومن وجهة نظري التي قد تحتمل الخطأ او الصح. انت برضو في التعليقات احكي لنا شو في نقاط نسينا نذكرها وشو في نقاط انت بتعارضنا فيها، النقاش مسموح. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. استنونا بفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.